الحقيقة ده مش منفصل عن أحداث كبرى بتدور في العالم اليوم وعلى هامش أيضا جي 20 اللي بتنعقد في ألمانيا. بينظم ألاف من الألمان والجاليات العربية والأجنبية مظاهرة حاشدة اليوم دعم يعني ضد دعم قطر للإرهاب. ويمكن بنشوف محاضراتكم دلوقتي احنا بنقرأ الخبر ده جزء الحقيقة من مظاهرات الجالية وجزء أيضا من المنظمات الحقوقية الألمانية والمتعاطفين أيضا مع الموقف العربي أو موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على هامش مجموعة أو قمة الـ20 اللي بتنعقد في هامبورغ أيضا. وشايفين مع حضراتكم هذه اللقطات عصرية على الهواء مباشرة، مشاركة العديد من العرب والنشطاء والداعين إلى السلام في العالم. طبعا هذه القمة كمان خلينا نقول هيكون أكيد جزء من لقاء القادة الكبار متعلق أيضا بأزمة الخليج وعدد من الأزمات في العالم. وامبارح كان أيضا مظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 200 ألف ألماني كانت بتندد أيضا بالعديد من المواقف الدولية وباستمرار النزاعات والحروب ودعاة السلام. طبعا كالعادة أو كعادة ما يدور في الجي 20 وكان هناك اشتباكات مع قوات الأمن تم تفريقها بقنابل الفلفل وكمان خلينا نقول رشاشات المياه. وهذه القمة بينظر إليها طبعا بعين الاهتمام لأنه في مجموعة من القضايا العالمية المعلقة، طبعا الأزمة في سوريا، الصراع الآن المكتوم بين روسيا وأيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستمرار أزمة أوكرانيا، الأزمة أيضا في الخليج تدخل على الخط، أيضا ملف دعم الإرهاب وتمويله وتكثيف منابعه أكيد هيكون حاضر بقوة. كان في تنديد أيضا من المشاركة الأمريكية بشكل واضح لأنه العديد الحقيقة أو كثير من المواطنين الأوروبيين بيبصوا أنه يعني يتولى الولايات المتحدة الآن رئيس ربما يكون أقرب إلى المواقف الراديكالية أو الجنون أحيانا من وجهة نظرهم طبعاً.